جاهز؟ إيه جاهز. طيب يلا احنا كنا في الاختبارات. إيه؟ يعني الطالب ما يفك المذكرة من يده إلا بجهد جهيد يعني. تكفى يا أخي. تكفى بس لحظة الله يروح عليك. آدم هو أبو البشر، آدم من غير أب ولا أم. طيب حواء، حواء أيضا أنا في نظري حواء هي من غير أب ولا أم، أصلهم من التراب. الرسالة اللي نريد نوصلها أنه يا أيتام العالم أنتم كلكم في حضانة آدم عليه السلام. العرب يقولون كذب النسابون ولو صدقوا، يعني ما في أحد يقدر يسرد نسبه من الآن إلى آدم، ما بين إبراهيم ما بين نوح ما بين إدريس ما بين آدم، يعني مسافات منقطعة جدا، ممكن 3000 4000 سنة ما أحد يعرف في نسبه. فما في داعي للمبالغة في قضية النسب وشرف النسب في أخلاق أبائنا. أحيانا بعض البصمات والآثار من آدم عليه الصلاة والسلام. المشكلة أنه بعض الآباء أحيانا يصادر ابنه أو يقوم بعملية إلغاء لبعض فطرته. يعني آدم هو رمز للفطرة. أذكر مرة من المرات في الأولى الابتدائية أعطونا المقررات الدراسية، وطبعا تخيل أطفال القرية أول مرة يشاهدون كتاب، فضلا عن أن يمسكوا به، فضلا عن أن يعتقدون الكتاب هذا لهم. نحن لا نقرأ الحروف لكن نقرأ الصور، كان في صور جميلة. فوجئنا بأن المدرسة والبيت قالوا لنا اليوم مهمتكم هي مسح الصور هذه، طمس هذه الصور، صور ذوات الأرواح. فنحن متحمسون نقوم بممارسة عمل هو ضد فطرتنا وضد خيالنا، أنه والله نحن أتينا بأقلام وجالسون في أنهم يكون في هذه المهمة اللي هي إلغاء الوجوه. هنا الإنسان يكون ممزق ما بين حاجة يحبها ويريدها وما بين شيء يطلب منه خلافه اجتماعيا أو أنه ينبغي أن يفعل هذا. أحيانا يكون تأثير سلبي. مرة من المرات الوالد جاء بخروف صغير، وأيضا هذا الخروف شعرنا بالصداقة معه والحب، وهذا يسقيه وهذا يطعمه، وفي الليل يمكن نتفقده وكذا، وفي النهاية تبين أنه سوف يذبح. هذه كأنه الواحد كأنك أنت المذبوح يعني. كذلك طبعا عندك قصة عيسى عليه السلام. الله سبحانه وتعالى قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عيسى أيضا من أم لكنه بلا أب. نعم أعتقد أنه ممكن أنه الواحد يعيش بعيدا عن أبويه في بعض الأحيان. الاستقلال في القرار، الاستقلال حتى في السكن. كثير ما يسألوني بعض الشباب عن حديث أنت ومالك لأبيك، وأنه هل للأب أنه يسطو على مال ولده أو يأخذه. قل لهم يعني هذا الحديث تكلم في جماعة من الانفضاع فيه، وحتى على فرض صحته. فليس معناه أن الأب من حقه أنه يأخذ مال ولده. الولد كائن مستقل وذمته مستقلة، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. الشعور بأنه نحن أحياناً نعتقد بأننا نملك أولادنا كأنهم لنا، أو كأننا نحن الذين خلقناهم، نحن فقط معبر. هم حتى كانوا في صلب آدم عليه السلام. يعني ليس صحيح أن الوالد يملك ولده، إنما الرعاية، الحقوق، الواجبات، الحب اللي فطري اللي وضع الله سبحانه وتعالى لنا. مسألة العدل بين الأبناء، أي العدل ليس هو المساواة. يعني إذا كان آدم حاكم على ظهر هذه الأرض وصحت هذه التسمية، فحواء كانت هي سنده وعضده الأيمن في هذا العمل. ودور الأم تلاحظوا يعني أحيانا في غياب الأب الأم قد تقوم بالدور كله، تصبح هي الأم والأب، مثل قصة موسى عليه الصلاة والسلام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك وجاعله من المرسلين. وفي كثير من الأحيان الناس يسألون يعني تحب أمك أو تحب أبوك، هذا سؤال يشطر الإنسان. إنما السؤال الأكثر جدارة أن يسأل الإنسان أيهما أكثر تأثيرا. الناس اللي حولي دائما أسألهم يقولون يبدو أن أمك كانت أكثر تأثير، بحيث أنك ترددها بشكل كثير. الجانب اللغوي، والدتي رحمه الله كانت يعني شاعرة، وأنا يعني حاولت أن أقول الشعر وأحب الشعر. الكلمات، المفردات العربية أو العامية الغريبة. فهل كان هذا بسبب هيبة الأب، بينما الأم أكثر حضانة وحميمية، والإنسان قد يبوح لها. وكذلك الأم في كثير من الأحيان تعرف أسرار الأولاد وتطلع على تفاصيلهم، وفي الغالب أنها تقف في صفهم، يعني حتى لو كانوا أحيانا مخطئين. يعني الأم لا تريد أن تكسر خواطرهم. يعني مرة من المرات أنا يعني من باب الميانة أخذت ريال حطيته في جيبي من الدرج يعني، فالوالد يمكن كذا شك وفتشني وحصل
الفلوس هذه المسروقة يعني. فأنا شعرت بالخزي يعني إنه تجاه الله. ولكن لما رجعت للبيت وأنا كنت حزين يعني أحس إني فقد ثقته بي أو شيء. بكرة الصباح قالت لي أمي إنه إن والدك قال لي إنك ناسي فلوس، كنت ناسي فلوس في جيبك وكذا يعني خففت شوي علي يعني، معناها إن المسألة نسيان يعني ما كانت تعمد. يعني مرة سرقت السيارة، هو يشغل السيارة الصباح عشان تسخن، كنت 9 سنوات 10، فأخذت فيها دورة في الحارة ورجعت وكان ينتظرني كف ناعم يعني. أنا وجدت في تويتر كثير ما يتم إثارة هذا الموضوعات، يعني موضوع الأب وفقد الأب وكيف أن كثير من الشباب والبنات يعني يقولون بشكل مؤثر أن الواحد يتمنى أنه مثلا أدرك والده أو ولو مثلا ضربه أو سبه أو أي ما كان يعني، لكن كان بعضهم طبعا ينظرون إليها كمدخل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، يعني أنه الوالد أوسط أبواب الجنة وأنه بر الوالدين وشي من هذا القبيل، وبعضهم لا ينظر إليها كجانب عاطفي يعني. طبعا أكثر تجربة حزينة هي رحيل والدي. كنت نايم بعد الفجر وشفت في المنام سبحان الله أني أتوكى على يعني عكازين، وصحيت وذهبت مشوار، ولما رجعت بعد يمكن ساعة وجدت أحد الجيران يشير لي، ثم أشار إلى أن الوالد عنده حالة معينة أنه يعني جاءه صعق كهربائي وكذا، ورحنا وجدت أن الوالد قد توفي رحمه الله. هنا كان الأمر مؤلم، شعرت فعلا أنه كأن أقدامي قد تكسرت، لأنه كنا يعني فعلا بحاجة إليه، إلى عقله، إلى احتوائه. أطفال العالم في حضانة آدم، يقول ويا رب حبب كل طفل فلا يرى، وإن لج في العنات وجها مقطبة، وهيئ له في كل أمر بشاشة، وفي كل لقيا مرحبا ثم مرحبا.